جريدة الأخبار كتبت تحت عنوان قائمة العفو الرئاسية تضع لمساندتها التفاصيل. بدأت لجنة العفو الرئاسي استكمال ترتيبات القائمة الجديدة، وتجي على فكرة القائمة رقم 4، وبتبحث عودة المفرج عنهم لموقعهم. لجنة العفو الرئاسي بدأت بالفعل في استكمال هذه الترتيبات بشكلها النهائي، وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا، وتسليم الكشوف بأسماء الحالات اللي بتنطبق عليها معايير اللجنة أولا بأول إلى مؤسسة الرئاسة، طبعا ليتم مراجعة هذه الأسماء والإعلان عنها بشكل نهائي. اللجنة بتعقد اجتماعها القادم مع بدء انعقاد الدورة الثالثة لجلسات البرلمان لإعداد أسماء مجموعة جديدة من الشباب والطلبة. النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي قال إن الاجتماع الأخير للجنة تتطرق لبحث خطة إعادة الدمج والتأهيل للشباب اللي تم الإفراج عنهم، وتحديدا فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم.